حديثنا في هذا اليوم عن فوائد مختصرة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن الفوائد قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني في أول الأمر القادر مخير بين الصيام وبين الإطعام، فإن أطعم وزاد في الإطعام فهذا خير له، يعتبر صدقة له، فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم، يعني في أول الأمر لما كان الأمر مخيرا بين الصيام وعدم الصيام قال: وأن تصوموا خير لكم من الإطعام، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، تعلمون عظم هذا الصيام فافعلوه. لكن جاء النسخ بمعنى أن من كان قادرا فيجب عليه الصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصم.